السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن محصول الملوخية، وهو من محاصيل الخضر الصيفية. وكما يتضح أمامنا احنا في نهاية الموسم، فالملوخية هذه هي قرون الملوخية كما نرى. يبقى هذه هي قرون الملوخية كما نرى، اللي بتتكون فيها البذرة هكذا. هذه هي قرون الملوخية، وكما نعرف الملوخية محصول يزرع لأخذ هذه الأوراق لتستخدم خضراء أو مجففة. إذا محاصيل الملوخية من المحاصيل الصيفية، ولأننا في شهر 9 في نهاية الموسم، فالمحصول بدأ يخرج القرون لإنتاج البذور. محصول الملوخية من المحاصيل الخضر الجميلة التي كان يطلق عليها الملوكية، نسبة إن كان بيأكلوها علية القوم والملوك. فملوخية من ملوكية، وهي من المحاصيل الجميلة جدا. طبعا إذا كما يقال دائما ملوخية بالأرانب أو هكذا يقال. شكرا.